حسيت واحد المشكل ديال باش نصاوبوا رجعوا لهادشي ديال المتطوعات بدات تجي خطره في الصباح على الكبار ما سامعينش حتى الصباح كاين السيدة يدير معنا فاطمة أبو عام رئيسة الجمعية ريتاج الخير للرأفة والتضامن. السلام عليكم ومرحبا بنا عندكم في المقر الجديد ديالكم. مرحبا بكم عندنا وشكرا على الزياره اللي درتوا لنا المفاجئه واللي كنشكركم عليها بزاف بزاف. دائما سباقين للخير الله يجازيكم بخير. مرحبا بكم عندنا. اذا اليوم فاطمه ابو عام الجمعيه ديال رجال الخير كتوفر على مقر يعني الالتزام ديالكم على المقر والمستجد الجمعيه. بالنسبه لنا كان عندنا المقر هو الحلم ديال الجمعيه لان كانت عندنا عده انشطه وكنا كنا كنديروا انشطتنا متفرقه كل بلاصه كنديروا فيها حاجه. مثلا كاين عندنا مدرسه في رودسوس اللي عاطيه لنا المقر كنديروا فيه الدعم المدرسي الفئه اللي كنستهدفوها. وكانت عندنا شراكه مع جمعيه مواساه في المركز ديال الام والطفل درنا شراكه كنا كنعلموا النساء ديالنا اللي مستهدفات دائما والناس اللي كيجيو يتعلموا الفصله والخياطه كنا تما كنعلموا الفصله والخياطه في مركز الام والطفل. اليوم اننا بهذا المقر الحمد لله استطعنا اننا هذه السنه الرابعه استطعنا اننا ناخذوا مقر واستطعنا اننا ان شاء الله الرحمن الرحيم نسطروا واحد البرنامج سنوي مستقبلي اللي غادي نمشيو عليه. يعني من دابا ملي عندنا هاد ملي عندنا المقر ديالنا والحمد لله كيف شفتي راه كاين الاخوات ديال المكتب اليوم اجتمعنا على اساس ان شاء الله الرحمن الرحيم من بعد الانتخابات غادي نبداو الانشطه ديالنا اللي هي انشطه مختلفه ومتميزه. على سبيل المثال كاين عندنا الفصاله البلديه بجميع الانواع ديالها عندنا جوج حصات في الاسبوع عندنا جوج حصات في الاسبوع ديال الفصاله العصريه عندنا جوج حصات في الاسبوع ديال الطبخ فن الطبخ يعني العصري والتقليدي وهذا فن الطبخ وعندنا الدعم المدرسي غادي يكون دائما من مورا السته للوليدات ان شاء الله الرحمن الرحيم الابتدائي والاعدادي. زياده على هذا كاين الحمد لله كاين واحد المساله اللي غادي تكون يمكن غادي نكونوا حنا السباقين ليها لان درت واحد المساله كنت نشرت واحد المقال في الصفحه ديالي كنطلب من الناس شكون هذا اللي غادي ولا هذه اللي غادي يقدر انه يدير واحد المساله ديال وقت معين من حياته لواحد الفئه معينه اللي غادي يقريها اللي غادي يدير لها محاربه الاميه. طبعا من بعد ما غنمشي للنيابه وغادي نشوف المسائل الاجراءات كيفاش كتكون ونشوف الكتب كيفاش كتكون باش نمشيو مواكبين معاهم. والحمد لله كاين الناس اللي هما متطوعين اللي فاجئوني وكنقولها ومن خلال الجهويه بريس انا كنشكرهم بزاف بزاف اللي تبارك الله الشخصيات اللي ما عندهمش حتى الوقت باش يحكوا رؤوسهم اتصلوا بيا وقال لك حنا راه الاشاره ديال الجمعيه اننا نجيو نديروا محاربه الاميه ولا اي حاجه كتطلبها منا الجمعيه مجانا للفئه المستهدفه ديالكم. يعني الحمد لله وصلنا لواحد المستوى اننا بدينا كنديروا شي حوايج اللي غادي تكون ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون باحترافيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني بالنسبه لنا الاخوات اللي كيتعلموا اللي تعلموا عندنا دابا هذه مده ديال 3 سنين وكاين كاين مجموعات كل عام كيكون مجموعه وصلوا انهم كيخيطوا الرسوم كيفصلوا الرسوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاولوا ما امكن انهم نديرو لهم نصاوبوا نديروا تعاونيه ولا ندفعوا لهم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ولا شي حاجه. يعني غادي نوليو اننا نقدنا واحد الاسره من الضياع وهذيك غادي تعاود تعلم واحدين اخرين. ولا شتي الحمد لله راه عندنا حتى الاستاذات اللي هما متطوعات راهم في مستوى كبير بزاف. يعني الحمد لله ما نكذبش عليك باش يجيو يعطيو وقت للجمعيه بانتظام. يعني ملي كيقولوا باننا غادي نجيو مثلا الاثنين من الجوج للخمسه الاثنين الجوج للخمسه ما كايناش شي وحده فيهم اللي كتغيب ما عدا الا كان شي عذر اللي هو قاهر. يعني الحمد لله حنا غاديين على هاد المساله هذه وفي نفس الوقت غادي نبقاو على داكشي اللي كنديروا لان الاسر اللي هزين على عاتقنا بديك القفه الشهريه
غتبقى القفه الشهريه، غتبقى اللباس ديال العيد على الاسر المستهدفه اللي هما معانا شحال هادي، غادي يبقى الكبش ديال العيد الكبير ان شاء الله الرحمن الرحيم، غادي يبقاو كاع دوك المسائل اللي كنديرهم غادي يبقاو، ما عدا اللي قدرنا اننا نعلموها وخرجات وقدات تخدم شي خدمه ولا شي حاجه، ديك الساعه تهنينا منها لا هي لا الاسره ديالها. يعني هذا هو الهدف ديالنا. والهدف ديالنا سي طارق واحد المساله، هاد العيالات اللي كتشوف في المكتب ديال الجمعيه كلهم متطوعين في سبيل الله، كيعطيو من جيابهم، يعني ما كاين حتى شي وحده اللي عندها شي هدف، ما محزبين، ما منتمين لشي حاجه اللي زعما شي حاجه شي توجه ولا شي حاجه، كلهم واهبين ريوسهم للخدمه في سبيل الله، هذا حبا في بلادهم وحبا في المحمديه وفي ولاد المحمديه، يعني حبا في هاد الناس انهم يخرجوا واحد الفئه من واحد الهشاشه اللي راهي فيه. كنتمنى من الله انني نلقي هاد المساعده من ناس اخرين اللي يقدروا يعطيو، وحاجه وحده يجيو مرحبا بهم. الجمعيه ديالنا اي حاجه راها الشفافيه والوضوح، الحساب ديالنا البنكي اشنو فيه، اللي كيعطينا شكون هو، يعني لان ما عندناش ناس اللي ما عندناش غموض، وما عندناش ناس اللي كيجيونا مثلا كيعطيونا فلوس، راه غير حنا بعضياتنا، راه غير الاخوات، الحمد لله اخوات، الحمد لله مسك عليهم الله الحمد لله واحد شويه، كل وحده شهريا كتعطي واحد المبلغ ديال المال اللي بيه باش كنتحركوا. يعني راه ما كتجينا فلوس من شي منظمه ولا من شي جهه ما ولا شي اي حاجه، راه ما عندناش، راه حنا الوضوح والشفافيه، وراهن اشاره اي واحد بغى يجي ويشوف الجمعيه ويشوفها كيف كتشتغل ولا يشوف هذا، حنا رحنا راه الاشاره، يعني ما عندنا حتى شي حاجه، جمعيه رساج الخير للخير فقط، هذا هو اللي كاين. الناس اللي بغاو يستافدوا من الجمعيه يعني فين كاينين؟ الناس اللي بغاو يستافدوا من الجمعيه ديالنا في الحسنيه 1872، كاين واحد البلاصه هنا اللي معروفه في الحسنيه، كاين فضاء الوحده على الاتجاه ديالها كيندوش حنا حداه، هذا هو اللي بغى يجي يشوف المقر ولا بغى يجي يستافد من شي حرفه ولا شي حاجه، راه الاشاره، الرقم ديال الهاتف ديالي راه موضوع، راه اشاره الجمعيه 06 61 09 75 52. اهلا وسهلا بكم، زياره شرفتونا، بغيتوا تتعلموا مرحبا بكم، اللي بغى شي حاجه معنا في جمعيه رساج الخير اهلا وسهلا به. وكنعاود نشكر طريق والاخ جمعيه الجهويه بريس، كنشكركم بزاف 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 بزاف، الله يكثر خيركم وشكرا بزاف.